اول اسبوع انا في الصدق والله العظيم انكم جالسين على تسمتي والله والذي نفسي انا اسعد بالله اول اسبوع توهم بالله ما كنا نعرفك ولا نشوف ولا كنا نداني بعض ما كان في بس واحد الحين ولا انا سولفت معها اول يوم ابو سعد اول اسبوع يوم طلعنا انا واحمد اسمعني هو الظاهر كان مواعد ما ادري مين مواعده يروح مع المنتجع اسحبوا عليه يا الله اسمع قال للمنتجع قلت اروح اروح اشوفه واقف قلت اروح اروح معنا يبرح معنا الله يبيض وجهك الله يطول يا عزي على ذا عنده ربع قلت يا اللي ذا اللي يدور خونا يا رجال رحت المنتجع ولا معي رحت الفندق ولا معي سياره ولا حد يعرفني ومعذرين كلكم ورقدت وقمت ورقدت وقمت يوم قمت من النوم والبس ثوبي واتطيب واظهر مع واظهر المقص اخذ عمامتي وانزل ادور الريجين ادور الريجين ابي اروح المنتجع شلع الخط الثاني لواحد صيالي ولد ابو رحيم الرجال تاتا وجي من جيت وسلم عليهم قالوا انت معنا من اخوي انا انت والله من اخوي اخوكم حمام بيضاء اركب اركب اول ما جي لا ثاني من بكره انا ما سكنت من بكره هم نزلنا من هم نزلنا من الفندق سواي جنبنا والقافل ماسك ثوبه جاي معي طالع فيه وارجع للسياره ماخذ ثوبه جاي معي خلاص طالع ايه خلاص صرتمون علي ايه رقيت فوق جاء رقا نواف العتيبي اول بس نواف العتيبي سالف تفليق والله والله حساب لا لا ايه نزلتوا شوف شوف نزلتوا كلكم زين وانا اخر واحد واول يوم اول يوم ندخل هنا كم فيها هيلوكس وانزل اليوم نزلت اللي نازل من هيلوكس ثيابه كذا ويسحب الشنط يا الربع شفتوا شكل الطب اللي ما يدري وين يروح متبهدل والله العظيم سبحان الله دريت انها طبيعه فيه يوم ركب وقف عند باب الشقه ولقاها مسكره يا اخوان انا كيف وين احط نفسي فيه قلت انا الا يحيى الوهيب يلا اذكره بالخير شقته فاتحه قلت ادخل هنا حط ملابسك والبس الحق انا متاخرين يا حليل يا يحيى لبشت في الشيب ترى والله لبشت في الشيب والله لبشت في الشيب انا اسبوع كامل ما اذكرني سولفت مع رجال اكثر من دقيقه الا مره بعلمكم بالصدق كنا جالسين اول ما جيت بعشر دقائق كنا جالسين في اللواء اي اذكر المهم جلست انا لين جنبي واحد ترد بالعين المهم عطاها واحده من يبلها عطاها بور شوي اليوم قال سوى شيء عطب شيء عان شيء باختصار جاب العيد لا توضح المهم شوي اليوم عطبها لا 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 يعني جاب سال شدها يعني جاب سالفه قويه ها شوي يوم ضربت انا بعيوني الله تفكيرك الرجال اللي ايش اسمه يسولف في السالفه اللي قبل خربت فعاين ذي تدرون الا يوم قبلت معي يا ولد علم شوي فتذكر الا مسعود بن شعول يغني اقسم بالله اني امشي كذا ولد ولد نسال يا ولد واحد قال يا ولد عطب الكهرباء كل عام لك هذا الحين والله يا رجال تدري منا على بعض صدق يوم انك كنا تكفي في اليومان باقي معنا هو باقي معنا باقي معنا باقي معنا هنا فعليا بدت الميان يعقب علي الطلقه ريجينا جالسين انا جالس قالوا اذيك بس ولا شمس انا فيني تكاك اقول انا وش جابني من الباطن انجتن بالهنقر بالهنقر بس اسكت شو اللي انقلت بوب طفى يوم طفى قلت انا ابي نساعد واضرب بعيني ما عاد شفت الرجال اذكر قبل يطفي الكهرب مشحني مسعود مغني فاول ما طلع علي مسعود هذا اول يوم اول يوم في البرنامج صوت مسعود ايه واقول واتلى الجو مشعل الاردن يعني حي ما مات هلزمه قلت انت من انت؟ قال انا مشعل قلت مشعل وش مشعل؟ قال الاردني قلت نعم ما اعرف المري وينه؟ يوم قال المري ايش بسعدك؟ قلت اظهر اظهر جنبوني من تقول عود ما اشوف ومدي دي ومدي دي وكلنا غا تربية ايه لين جيت جنبه سعد وين سعد شيء وحط يدي على كتف قلت انت مسعود قال لي قلت نعم ايش حالك طيب قال بخير تولد اقرا اذكارك قال لي قلت فيه واحد معنا نيه قال كذا 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 قال مسعود بيض الله وجهك بيض الله وجهك حصل ولا ما حصل يا مري اي والله حصل يذمتك وقف يذمتك اي والله حطه يذمتك صريت على قول هو الله احد والله انت اعذر من اللي والله يا ابو سالم اللي دليت عليه اللي طلع لجني قضيت الكهرباء انت اللي كنت تغني انت اعذر من اللي طلع لجني يقول ما بحافظ القران يقوم طلع له تذكر ولا ما عنده الا لا الا صلاه لا ما قال يبغى سعد حق السلام عليكم خلاص اي والله كلهم كبار شيبان
صار الهميلي حمادك وتودي الشيبان